يو داي سماكم كدايرين كدا صحيحة كلشي مزيان كلشي بخير كلشي لاباس نتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين ان شاء الله على خير وبخير. بون بما انكم هضرتوا بزاف على هذا الموضوع هذا فخليتكم عطيتكم واحد المده كان بامكاني ندير هذا الفيديو هذا في ثاني نهار ولا ثالث نهار ديال الفيديو ولكن خليتكم عطيتكم واحد المده شويه باش نشوف شنو غتقولوا شنو غادي ديروا شنو غتفعلوا فما بغيتش نسجل الفيديو قلت حتى نشوف رده الفعل ديالكم فغنعطيكم بعض الحقائق على هذا الموضوع ولا على اي موضوع غيجي في المستقبل باش نكونوا واضحين من هذه الفئه ديال هذا المطار هذا وغادي نعطيكم بعض الحوايج اللي ما عجبوني صراحه الله في الدراري. اول حاجه غادي نهضروا عليها هو ان بنادم ما كيامنش بشي حاجه سميتها التغيير يعني عنده ماكينه ناعسه خصها تبقى ماكينه ناعسه مع العلم انه في العالم ماشي غير في المغرب كاينين بزاف ديال المطار وانا غندير لكم هنا في الفيديو انا غنهضر وغتشوفوا بزاف ديال المطار اللي عندهم ماكينه واقفه وهما 49 سي سي ف باش غادي ندخلوا في صلب الموضوع غادي نعطيكم بعدا واحد النقطه اوليه وعاد ديك الساعه ان شاء الله من بعد ديك الساعه غادي ندخلوا في صلب الموضوع باش نهضروا شويه على الموضوع. اول حاجه خصك تعرف اخي سائق الدراجه الناريه هو ان بالنسبه لهذا الموضوع هذا اللي كتقول ماكينه واقفه كتساوي الفوريان او كتساوي العماريه او كتساوي مشلك الموتور خصك تعرف هذا الموتور هذا باش انه يدخل المغرب باش يدخل المغرب ما نهضروش على البيع غير باش يدخل المغرب راه حتى تجي واحد الورقه خاصه ديالو كياخذوها واحد الليجان كيقلبوها كيشوفوا المعايير السلامه كيشوفوا يعني البياس ديالو واش كيتماشى مع ديك الكاتيجوري اللي غادي يدخل فيها وحتى من بعد انه منين كيبغيو يستوردوه يدخلوه للمغرب فراه كتجي واحد الورقه خاصه ديالو يعني عند الليجان المكلفه بالمطار وكتجي واحد البياسه يعني كتجي واحد البياسه كتجي يعني سميتو المختبرات وكيتحلل كامل وكيتفرتت وكيتعبر يعني بواحد المعايير اللي دقيقه بزاف لي بيان كوليس يعني كنهضروا على المليمتر ماشي حتى السنتيمتر فكيتعبر اي حاجه فيه الفرانات هذا معايير السلامه خصها تكون متوفره فيه باش عاد تعطى له رخصه انه يتباع في المغرب فباش نكونوا ناضين هذا ومابقاش نخربقوا فالكومونتيرات تتخربق والناس غير كتخربق فهذا باش يدخل هذا باش يدخل بدون وثائق وهذا اول حاجه ما غاديش يدوز في لا فيزيت ما غايدوش ثاني حاجه ممنوع عليه يدخل المغرب ممنوع عليه يدخل المغرب ممنوع ما يمكنش مولاه غيدير اجونس قد الخله وغادي يدير اشهارات في كل بلاصه والناس كتشري وتمشي تدوزو في لا فيزيت وتباعوا بالمناسبه ديال راه مبيوعه راه تباعت البارح بون انا يعني كنشكر مولاها اللي خلانا بعدا نديروا لها هذا الفيديو هذا مازال غادي يجيو لوانات اخرين ولكن بعدا غير باش اننا نهضروا عليها شويه ف سميتو الموتور داخل بوثائقه الخاصه بمسائله الخاصه واللي كان عنده شي شكوك ولا شي حاجه فممكن انه يمشي لعند اي مول الماطر اللي كيبيع هذا الفئه ديال الماطر هادو ويطلب منه الورقه ديال هذا الموتور هذا الورقه قول له باش داخله ويهزها ويديها لعند مالي لا فيزيت وهما غيقولوا له شنو كاين فهاد النقطه هادي غنكونوا طرقناها بالنسبه لهذا الموطور فهو قانوني 100% يعني ما فيهاش تخشيش بالنسبه للسعه ديالو اللي كيقول لي شي واحد علاش كذا هذا فراه كيف ما كتاخذ الصانيه وكتبريباريها او كتاخذ الغازيلا وتبريباريها او الهايلاند وتبريباري فتا هادي كتبريبار كاين اللي كيبريباري 125 كاين اللي كيبريباري 150 المهم بما انها واقفه فراه عاطيك الطعن تبريباريها كيف بغيتي اما بالنسبه ليها هي فاللي قال لي 150 راه مولاها بغا يبريباريها 150 يقدر يكون عنده البيرمي فهمتي يبريباريها حتى 1000 سي سي سوقو هذاك ولكن بالنسبه حنا للقانون كنهضروا للقانون فهذه كتخرج ب 50 سي سي يعني ب 49 يعني قانونيه فهمتي كتخرج قانونيه وكدوز في لا فيزيت قانونيه كما كانش كدوز قانونيه ما غاديش ياخذوها الناس تلقاها في الحوانت كتباع وتلقاها عند مول الشركه ديال المطارد حاطه في الباب اللي بغاها كيدخل يسول عليها او ياخذها او اي حاجه فغادي نجيو للقانون الا بغينا نهضروا الناس على القانون لان بزاف الميساجات كانوا كيهضروا على القانون المسائل القانونيه فالا جينا نهضروا على القانون فها هو جبت لكم
السيلندر ها هو والكيلاص ديال هالكيلاص والسيلندر جبتهم لكم باش تشوفوا دياولها هادو راه دياولها هادو راه ديال هاد الموتور هذا اي باش تعرفوا راه دياولها فوالا الكود ديالهم هادو ديال ال 50 سي سي هادو هما ديال ال 50 سي سي اللي كيجيو فيها دوريجين انا نوريكم في الضو باش يبان لكم هادو هما دياولها شوف شت التقبه ديالها شحال صغيره عاوتاني نجيو لهنا الكود ديالها شتي شحال صغيره انتما باش تعرفوا القياس ديال الصغيريه ديالها انتما قد الصبع ديال الابهام هذه ال 50 سي سي اللي كتجي فيها الاصليه اللي كيقول لك لا الموتور واقف كبيره واخا واخا الماكينه واقفه واخا كتشوف الماكينه واقفه يعني ماشي ناعسه ولكن داخل القلب صغير ها انتما ها الجهه ديال الصبع تفهمنا ها الجهه ديال الصبع فما نبقاوش نخرمزوا الدراري وما نبقاوش يا اما نمشيو مع الموجه او الا جات شي حاجه جديده او الا بانت شي حاجه جديده ما نكونوش يعني كنطمحوا للتطور تنطمحوا لشي حاجه انها تدخل جديده ولا يعني حنا دخلت شي حاجه جديده ديما تنبقاو نحاربوها لا علاش واش ماكينه كبيره واش ممكن ماكينه طالعه تكون 50 ممكن راه قلت لكم وريتكم في بدايه الفيديو على الماطر اللي ماكينات شركات كبار وماكينه طالعه وهي 49 فعادي جدا هنا وريتكم الدليل باش بنادم يبرد شي شويه ويلا عينو بنادم شي حاجه يمشي ياخذها بلا ما يبقى يصدع راسو ويبقى كل ساعه يقول الهضره اللي خاويه نهضروا حاجه اخرى كاين واحد الاخوان كتوريهم هذه الفئه ديال الماطر بحال هكا كيقول لك قشاوش عاشوره اللي كيقول لك مولينيكس اللي كيقول لك واخا بالنسبه للدوله فبالنسبه للمجتمع ديالنا نهضروا على المجتمع فراه كاين بنادم اللي لاباس عليه وكاين اللي بنادم فقير وكاين اللي كيسوق اير 4 وكاين اللي كيسوق بوغاتي متفقين على هذه النقطه هذه ياك كاين اللي كيسوق فيات اونو وكاين اللي كيسوق مرسيدس وكاين مثلا اي ام جي وكاين اللي كيسوق البوغاتي فالفئات كتختلف كذلك بالنسبه للمطر كاين اللي مسكين عنده غير باش يسوق السيو فهمنا كاين اللي ما عندوش كاين اللي باغي موطور كبير ولكن ما لاقيلوش الجهد وكاينه واحد الفئه اللي صراحه الله انا منهم اللي انا كتعجبني هذه الكاتيجوري هذه علاش لان اولا اقتصاديه بالنسبه للوراق وهذا اقتصاديه حتى بالنسبه للكونسوماسيون فباش نتفاهموا على هذه النقطه الفريناج ماشي فريناج فاصلا الطرقان في المغرب ماشي ديال السرعه اون بليس دو سا اللي بغى السرعه كي احنا قلنا لكم في كاع الفيديوهات اللي بغى السرعه كيمشي ياخذ موتور كبير اللي يجري مع راسه في لوتوروت فهاد الفئه هذه ما مخصهاش الناس اللي كيبان لهم هادشي قشاوش عاشوره وغي تخرميز وغير هاد المطر تصنعوا لواحد الناس باغا موتور كبير ولكن ما عندهاش الجهد او ما عندهاش الاستطاعه باش تخلص داك المبلغ الكبير د لاسيونس او الكونسوماسيون ديال طروا الفوق فهمتي مثلا طروا فيغول 1 طروا فيغول 2 كنت طالع فهمتي كيفاش الناس اللي مطروا طروا لتحت ديال الكونسوماسيون هما اللي كيتعناو بهذا يعني بهذا الفئه هذه حتى سير حتى البينيلي فهمتي يعني باش نكونوا واضحين مساله البيرمي راه ممكن ديرو واخا ما تشريش موتور كبير ممكن دير بيرمي وتشري هذا يا هذا وتشري ودير بيرمي لان البيرمي كيعاونك على السياقه ديال الموتور ماشي باش على البوليس باش نكونوا واضحين شحال من واحد تيدير البيرمي ايكال انه باش يسوق دار باش يسوق باش يتفادى البوليس لا البيرمي راه باش تعلم تسوق باش تعرف القوانين ديال الطريق بالنسبه للموتور تفهمنا الاخوان انا دابا تنحاول في نفس تنوريكم وفي نفس الوقت كنحاول نجاوبكم على التساؤلات اللي في لي كومونتير هذا الموتور او اي موتور بهذا في اسيماتي ناش البيكر هذا اللي عندهم متخصصين من 49 سي سي ويقات صغار راه ما مخصصينش الناس اللي كيكونوا حابين الموطور الكبار باغي موطور كبير ما تفرجش اخويا في هذا الموطور كاع فهمنا شنو بحال دابا واحد انسان عزيز عليه مثلا موطور ديال روتس او ديال سبور سميتو ستري شنو يقولوا لهم ديال سوبر بايك وكيمشي يتفرج في ديال الهارلي او مثلا حاجه كلاسيك فهمتي ما انت بعيد على داكشي فهمتي فكل واحد اخويا موجهين هاد الفيديوهات موجهين لواحد الفئه ديال الناس ما موجهينش للناس اللي كيشوفوا شي حوايج اللي كبار هادو ديال الناس اللي تيتفرجوا حوايج صغار فهمنا شنو بحال دابا انت عزازين على كل مطر كتدخل تفرج في لي تروتينيت ما يمكنش انت عزازين في مطر سير تفرج في المطر اخويا فهاد النقطة هادي احنا خرجنا منها حتى واحد ما يبقى يخرمز عليا حتى واحد ما يبقى يقول لي شي كومونتيرات اللي ما عندهم حتى علاقة بالفيديو لا هذا الموتور الا خديتيه الفوريان ما الفوريان الفوريان الا بريباريتي اخويا الا بريباريتي راه الفوريان اي ماشي غير هذا اي حاجة حتى الموتور
كبير الا لعبتي فيه وغيرتي شي حاجه من المعالم ديالو راه يمشي لك الفوريان، بدلتي له غير الشاك ما يمشي لك الفوريان. باش نكونوا واقعيين شويه ما نبقاوش نخرمزوا خوتي ونكونوا عارفين شويه القانون، فهمنا شمعنا. وهذاك اللي كيجي ويقول لك ماكينه طالعه راها غير قانونيه، نقول لكم ما كانش قانوني راه ما يدخلش اصلا المغرب، وهذا راه عنده وثائق وراه كيمشي لا فيزيت كيتدفع وكيخرج له وثائق، وهذا راه تخادو تدفعوا له الاوراق ديالو. السيد راه اليوم في العشيه ان شاء الله غادي يجي يديه، وماشي غير عندي، كاع الناس اللي كيبيعوهم راه باعوا منهم ودازوا في لا فيزيت ما كاينش مشكل، وهادو خير دليل. فانا وريتكم ها هي ال 50 سي سي وها هي ال 150، هادي ال 150 راه كبيره ما شاء الله، عندنا ويبر قبلها رادياتور، وهادي هادو البياس ديالو القدام ديال ال 50 سي سي. انا وريت لكم انتما الاخوان، ها واخا تيبان لكم الحجم كبير على ود السخونيه، فهادي ما كتعرفش شي حاجه سميتها السخونيه اطلاقا الا خليتيها ب 50 او حتى الا درتي لها 70. ف هادو هما ديال هاد ال 50 معاوده وداك الحجايه الخاويه، وعندنا ما نديرو بها الاخوان. انا وريتكم الدراري، نمشي نضبط لكم عليهم تجبتهم لكم باش تشوفوهم، باش نساليو هاد الحجايه ديال هاد الموتور غير قانوني. هاد الموتور هذا داخل قانوني، واللي عنده الفلوس يجي يشري، اللي ما عندوش الفلوس يتفرج ويتمنى من الله الخير. فهمنا الاخوان. حاجه اخرى اللي نسيت ما قلتلكوش في الفيديو السابق هو انها راه 5 ايام، نسيت ما قلتها لكمش. بالنسبه لي رابور انا تحاول نجاوب على الاسئله اللي ما هضرتش عليهم والدراري اللي سولوني عليهم. بالنسبه لي رابور فيتاس فهما بحال موتور كبير، بحال موتور كبير يعني تماما، يعني كلشي لتحت وكلشي الفوق، فهمنا يعني كلشي تسرد لتحت وتطلع كلشي الفوق. حاجه اخرى اللي سولوني الدراري عليها، قالوا لي اخويا سفيان هضرتي لنا على الرويضه ولاني ما قلتيناش واش الى كبرتي البنو واش غتكبر معاه الجانطه. لا اخي، البنو يكبر بنمره ولا جوج ولاني بلا جانطه، كاين واحد البروبليم هنا ديال هاد يعني هنا شويه ضيقه، ولاني قلت انا الى كبرت نمره، انتم لاحظوا معايا غير بالعين كتبان نمره وحده راه ما تاثرش. سينو ممكن تموضي فيها هادي، هاد اللعيبه هادي تموضي فيها، اما تزيد توسعها شي شويه، اما انك تزولها ودي وحده اخرى. هادو كيتباعوا باش تعرفوا واحد القضيه، هادو كيتباعوا، كاينين اللي كويسكيطات صغار كاينين كيتباعوا، هادو كاينين عرفتش واش عندي هنايا ما عرفتش. المهم المهم دابا نشوف لكم نوريهم لكم، هادو راه كيتباعوا، ممكن دير وحده اخرى هنايا ولا كاع تزولها كاع وسميتو ودير نمره كبيره. فإلا كانت رويضه اللور كبيره على هادي فراه غادي يولي المنظر ديالو خطير خطير. وباش نكونوا واضحين بالنسبه لي انا ك لاب سفيان، فهاد الموتور ما حدي مازال ما انا ما خديتوش الصراحه، هاد الله مازال ما خديتوش، غناخدو ان شاء الله وغنديرو به ندوزو به واحد المده هو، ولكن بور لانستون كياخد من عندي موتور السنه، فهذا هو اللي دا السنه ديال 2023 بدون منازع، هذا هو مول 2023 بدون منازع. كاينين اخوان اللي هضروا ليا على سميتو الام تي 05 سميتها ديال السيماتي، ولكن الصراحه الله ما عرفتش، بغيت حاولت نتوفر عليها باش نشوف فين كاينه نمشي ندير عليها شي ريفيو ولا شي حاجه، حيت شتها صراحه الله بغيت نشوف واش قريبه للناس بعيده عن الناس، بحال بحال البيكر بعيده عن البيكر، لان كاينين ثلاثه ديال المواطر بحال بحال، عندك البيكر وعندك الناس وعندك السيماتي ان تي 05، هادو تقريبا كلهم بحال بحال. فبغينا نمشي نشوفوها ونحاولوا بحكم انا جربتهم كاملين، فبقات لي الام تي 05، بغيت نمشي نشوفها وعاد نعطي عليها الحكم واش كتشبه لهم واش بالفعل مختلفه عليهم. فهذا كل ما في الامر بالنسبه لهذاك الموتور اللي سولوني عليه الدراري. بالنسبه للسيستم الفريناج قالوا لي الدراري خويا سفيان راه واش بحالها بحال الناش. خويا حد الان حد الان بالنسبه لي انا حد الان احسن سيستم فريناج شت هو ديال الناش الاف تي سيكون، احسن سيستم فريناج احسن فران شتو انا وسكت هذا بالنسبه لي هذا الموتور هذا سكتو، ولاني ماشي بحال الفرانات، ماشي تنقول عيان ولاني ماشي بحال الفران ديال الناش الاف تي سيكون. الناش الاف تي سيكون راه ا بي اس عندك صافي، يعني ما فهمتي ما تخاف لا من الفران لا والو، في اي لحظه كان شي خطر غتفراني ما عندكش المشكل. الحاجه اللي عجبتني في هذا الموتور هذا هو بالنسبه لهذا الاختلاف، يعني حاولوا يديروا بزاف الاختلافات بما فيهم حتى بالنسبه للجوانت، انتم لاحظتوا الجوانت مبدلين اللون ديالهم، فممكن تبدل لهم من بعد انت اللون ديالهم الا بغيتي دير شي حاجه، او الا ضربتي شي سمطه مثلا بالكحله غادي يوليو واعرين، او الا درتي شي كتابه هنا كيف ما كنت داير في الناش غادي يبانو واعرين. ف تنظن واقيلا هذا كل ما في الامر. كيف قلت لكم الموتور راه 5 ايام، الموتور راه 5 ايام. حاجه اخرى بغيت نقول لكم، يعني عاد
شتها وعاد غطيت لها البال. صراحه الله مازال ما توصلتش مع الدراري اللي صحاب الام تي صحاب المطار باش يعطوني معلومات اكثر، ولاني يعني حاولت نشوفها غير راسي. بالنسبه للسيستم السخونيه راه دايرين لهم هنايا، داير لهم هنايا ديك ديال السخونيه باش زعما انها تافيشي لك السخونيه. الحاجه اللي كتعطي انه يكون النت بالفعل يعني عطيك جميع المعلومات على الموطور، يعني تكون غادي في الطريق ما تخافش على الموطور. فكنظن هذا كل ما في الامر بالنسبه للموطور. الحاجه اللي جديده بالنسبه للقناه، فانا غندير لكم واحد النمره بالنسبه للاكسسوار غتواصل معايا، وبالنسبه الا كنتي باغي الموطور تشريه ماشي تسول عليه، بغيت تسول عليه اتصل بي انا، ولكن الا كنتي باغي تشريه مقتنع به وباغي تشريه هو او بالنسبه للماطر اللي غنديروا عليهم فيديوهات في المستقبل، فغنخلي لكم النمره ديال السيد اللي مكلف عندنا بالماطر اللي غادي تاخذ من عنده الموطور، يعني اللي غادي تتصل به باش تاخذ الموطور. ما غاديش يعطيك هو يعني غتبقى تناقش معاه وكذا وهذا، الا كنتي باغي تاخذ الموطور. فالا كنتي باغي شي معلومه ولا شي حاجه تواصل معايا، ونهار تكون باغي تاخذ الموطور يعني يعني جاي تاخذه يعني صافي سنعتي به وغتاخذو، فغتكون نخلي لكم النمره باش توصلوا معاه وتاخذوه من عنده. حاجه اخرى بغيت نوريها لكم بالنسبه اللي خدا الموطور، ف يحاول ياخذ معاه هذا يعني جبت لكم هذا الكاسكات هادو اللي عجبوني بزاف، لان الدراري صيفطوا لي ميساج قالوا لي خويا سفيان بغينا دي كاسك يكونوا رخاصين، فكاينين هاد لي كاسك هادو يعني ماشي قدامين بزاف، يعني ماشي بزاف باش كاينين عندي، يعني جاو لي ماط مخيرين واعرين شي حاجه يعني اللي كاليتي. انتما الاخوان حنا ما كنهضروش على لي كاسك ديال 1000 درهم الفوق، ولكن لي كاسك يعني اللي غادي تخدم به اللي غادي يحمي لك راسك ومزيان وفي المتناول وثمن مناسب. فهذا كاينين مخيرين كيجيو مع هذا النوع ديال الماطه كيجيو واعر، فاللي بغى ياخذوها انتما حاول نحط لكم هكا باش يبان لكم تشوفوا شكي كيجي جاي هاد العباد مع ديك اللعيبه اللي هي جاي مع هاد. ف بغيت نوريكم هادو بالنسبه للدراري اللي بغى ياخذ موطور كذلك، ف كاينين هادو في ليهم اللوان، عندي في هاد اللون هذا وعندي في الاحمر، فانا جبت لكم في الاحمر حيت الاحمر اللي كيعجبني. حتى هادو عاد جاو هادو ما كاليتي شويه عاليه احسن من دوك اللي كانوا عندي انا. نوريكم كاليتي كيفاش دايره. هانتوما الاخوان دوك الكاليتي ديالهم حسن دوك اللي عندي، فاللي بغاهم يتواصل معايا. ما عرفتش واش يبان لكم مزيان ولا لا، هادو غلاضين شي شويه، وهادو راه بصمه ماشي بحال ديالي، ديالي راه ماشي بصمه، عاد كنت ناوي نقطع لهم الصباع باش كنخدم ونبقى نخدم بهم هكا. فقلنا الكاسك اللي كيمشي مع هذا حاولت ندير لكم الماري لكم شي شويه، وبالنسبه للي قاش فغتاخذ معاهم هذا يجيك واعر مع يعني اللون ديال الموطور في هذا اللون ولا في هذا اللون كيف قلت لكم كاين حتى في اللون الزرق. غادي نشوفوا عاوتاني حاجه اخرى بالنسبه للبوله ديال 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 الموطور، فكنا هضرنا عليها فهي مجهده واعره ما فيهاش حس بروبليم، ولاني انا ما نكذبش عليكم اي موطور واخا يكون يعني الضو ديالو مجهد فكيبقى ضروري خصو بولات في الجناب لي فاسوكور باش يعاونوه في الطريق بالنسبه للجناب، لان هادي غتعطيك الضو القدام. ما كاينش شي موطور حد الان كيعطيك موطور في الجناب من غير الماطر الغالي هذا، فضروري غادي خصك فيه لي فاسوكور. فانا حاولت نقترح عليكم واحد لي فاسوكور واعرين بزاف بزاف بزاف، هادو راه من عندي انا، هادو يعني هادو لي شوا ديالي انا، اختيار ديالي. هادو فيهم لوب يعني كيعطيوك الضو بعيد وكيعطيوك الضو مجهد وحديد، يعني طاح الموطور او ما طاحش هما داير حتى واحد البروتيج هنايا ديال الحديد، سمحوا لي داير واحد البروتيج ديال الحديد باش الا طاحو طاحتي ما تيحميولك هاد الدجاجه هادي على انها تهرس. فهذا كل ما في الامر الاخوان. هادو يجيو مع الموطور، راه خديتهم لكم قلت لكم حاولت ناخذ لكم حتى بالنسبه للون. ها انتم لاحظوا حتى بالنسبه للون ناخذ لكم متقاربين مع هاد. انا الى جبت لون اخر ان شاء الله في هذا الموطور هذا جبته ان شاء الله غادي نعاود ندير لكم عاوتاني مع الحوايج اللي غيمشيو معاه. فهادو غيجيو يمشيو مع هذا الموطور اللي بغى يزيد له بالنسبه اللي بغى يزيد له الفاسوكو.
فهذا كل ما في الامر بالنسبه لهذا الفيديو. حاولت نجاوبكم على جميع التساؤلات اللي لقيت في لي كومونتير بزاف، وخاصه ديال قانوني ما قانوني. حاولت نعطيكم بعض لي اكسسوار اللي تزيدوا لهذا الموتور. كان شي واحد بالنسبه لهذا الموتور، كانت حكا كان سولني واحد الدري قال لي خويا سفيان هذا الموتور هذا شنو الحوايج اللي ممكن نزيدوا له؟ خويا هذا الموتور ما عندك ما تزيد له. انا قلت لك في الفيديو السابق، قلت لك هذا الموتور بحال الناس كانوا بحال هاد الناس ديال الموطار كانوا كيتفرجوا فينا وحاولوا يصلحوا دوك المشاكل اللي كنا حنا كنهضروا عليهم، فصلحوهم تماما. ما عندك داكشي اللي كيتزاد هنا وكنحيدوه وكنديروه لهذا، حيدوه هما يعني من عندهم. البوله مجهده، الكيدون انا ما كيعجبنيش كبير، داروا اصلا صغير، فهمتي؟ يعني ما عندك ما تنقص ما عندك ما تزيد. فالموطور ما عندك اخويا ما تنقص ما تزيد. الحاجه اللي غادي تكون زوينه بزاف غادي تقتصد عليك بزاف ديال الحوايج، وما غاديش تخسر الفلوس بزاف. حنا في المناش راه خسرنا زباله الفلوس، راه وصلنا حتى ل 2500 حتى 3000 درهم ديال الزياده ديال لي بياس. هنا ما غتزيد حتى حاجه بالنسبه حتى للمرايات، فالمرايات فيه واعرين واعرين، فهمتي؟ المرايات واعرين تماما بحال ديال النش تقريبا. اللي كيعطيوك الطوع يعني انك تدورهم فين ما بغيتي، شفتي؟ تعطيك الطوع تدورهم فين ما بغيتي، ومزيانين. ممكن تزيد لهم من بعد شي مرايات على حسب الاختيار ديالك، هما اللي غتزيد. شتي اللي كيبان لي انايا، ما نعرف نقدر منين نكتب ولا يعني منين نشري انا، يبان لي شي حوايج خويا نزيدهم. ولكن بور لانستون راني حاولت ندور بها الاخوان من الصباح كنشوف واش ممكن نزيد له شي حاجه، لقيت ما خصو يتزاد له حتى شي حاجه. هذا موطور كيتشرى كتركب كتزيد صافي، ما عندك ما سميت. حاجه اخرى اللي بغيت نقول لكم هو بالنسبه للغلاف الكوسان، راه مازال ما كاينش شي حاجه، وكوسانات فيها راه بزاف اخوتي، راه نسيت ما قلتها لكمش. شو الكوسان كيداير فيه؟ راه الكوسان بزاف اصاحبي، شي حاجه متعوب عليها، شي حاجه مخسوع عليها اصاحبي. راه ما باش نشوف الفوكس، اجي الفوكس ها انت، راه بزاف اصاحبي، راه ماشي كوسانات ديال التخرميز ولا ديال كوسان واعر واعر. يعني الا جيب بنادم وريتي هاد لقنت هادي قلتي له شو هاد الكوسان، غيقول لك هذا موطور ديال 6-7 المليون، فهمنا؟ يعني حاجه مصاوبينها بدقه عاليه، يعني فهمتي؟ حتى كاليتي ديال الجلد اللي دايرين لك راه شي حاجه ناضيه الاخوان. فكنظن وريتكم الدراري كلشي. باقي ان شاء الله مطر اخرين، راه مازال عندي بزاف ديال الحوايج، راه بغيت نوريكم بصراحه الله الفيديو السابق للموطور الاخرين، ولكن قررت انني كل نهار ندير لكم موطور باش اللي بغى شي حاجه او اللي بغى شي كاتيجوري متخص يعني باغيها هي يحاول يشوفها على بوحدها، ما نخلط لكمش. فكان هذا كل ما كان في الامر. كان شي واحد خاصو شي تساؤل يكتبوا لي في لي كومونتير. التخرميز هاد الدراري ما عندنا ما نديرو به، داك الهضره الخاويه ما عندنا ما نديرو بها. هضر معايا شي حاجه شي حاجه اللي وهي شي حاجه بغيتي نوريها لك، شي حاجه بغيتي نشرحها لك. اما ديك لا هذا 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 ما اصلا ما كاين من داك الشيء والو، واللي قال لك شي حاجه راه هي تيبغي يخسر السمعة هذا باش يبين حاجه اخرى مزيانه وصافي. فهذا كل ما في الامر، وحنا راه مع كلشي، حنا اللي جا هنا غنديرو له ريفيو، يعني جا اي موطور غنديرو له ريفيو. ومازال غنديرو السيماتير، مازال موعدكم ديال جي تي سي كونت 2023 موعدكم بها، انا غندير لكم ليها حتى هي ريفيو. ف نكونوا شويه حضاريين ونكونوا تنخدموا دماغنا. عجبك الموطور انا غنخليك النمره تواصل مع السيد يقدم معك الثمن، وعلمني باش نعطيك واحد الكود ينقص لك الثمن. داك الكود غينقص لكم الثمن الدراري، واحد الكود غنعطيه لكم انا. اللي بغى ياخذ الموطور يتصل بيا يقول له خويا سفيان عطيني الكود بغيت ناخذ الموطور، باش نعطيه الكود باش ينقصوا له في الثمن. واللي بغى يسول على الاكسسوار او معلومات فراه كاينه نمرتي. فهذا كل ما كان في الامر. خليتكم على خير، تهلاو لي فراسكم، وبيس حتى الحلقه القادمه ان شاء الله.